أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أحسنت. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. سلمت هذه الأنفاس قارئنا جاسم المفتاح. الآن بمن أبدأ؟ أكبركم سنا وأكبرنا قدرا وسنا. شيخ آية. شيخ سلمان هو أكبركم سنا وقدرا. جارك، ابدا بجارك. جاري يبيني. الأقرب. ان شاء الله. ايها الاخوه الكرام، ان التجاره في الاسلام ذات منزله ساميه واثر بالغ، فيها تقوم امور الناس وعلى مصداقيتها تنهض حياتهم، وبفقهها ينال اهلها خير الدنيا والاخره، الدنيا والاخره. هذا الدور الذي ينبغي ان تحكمه اخلاقيات التاجر وسلوكه، وعن هذه الاخلاقيات الراقيه الراسخه يحدثنا فضيله الشيخ الدكتور عايض القرني. تفضل شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي سعادة الوزير وإخوانه ومساعديه والأعيان والحضور الكريم، بل أحيي قطر حكومة وشعبا، أميرا وشعبا، دار المكارم. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. قوم سنوا على جاسم يوما مكارمهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، سنوا على جاسم يوما مكارمهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا. لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا، محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منه ما لهم حسدوا. أشكر إخواني المشايخ الذين جعلوني أخدمهم في التقديم. يقول بعض السلف: إن تأخرت فواجب وإن تقدمت فحاجب. وموضوعي هو عن مثالية التاجر المسلم، التاجر الذي يحمل رسالة نفعه للأمة. سوف أكتفي بنماذج من السيرة المطهرة، سيرة الأمة يوم كانت تعي رسالة ربها سبحانه وتعالى. أهل الضمائر الحية من الأغنياء والتجار في التاريخ حفظ اسمهم، ولكنه ضيعت ذاكرة التاريخ كل الفاشلين الذين بخلوا بأموالهم. والله سبحانه وتعالى بدأ، كما يقول أحد المعاصرين، بدأ الهجوم الأدبي على الباخلين وعلى الممسكين من التجار، فقال: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدد يحسب أن ماله أخلده، كلا لهم بذلنا في الحطمة. أما أنا فسوف أتكلم عن الجانب المشرك في نماذج الذين علموا أن هذا المال سوف يسأل عنه الإنسان، كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حتى يقول أبو الطي المتنبي: فلا ينحل في المجد مالك كله، فينحل عقد كان بالمجد عقده، ودبره تدبير الذي المال جنده، إذا قاتل الأعداء والمال زنده. فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. المجد أن يكون معك مال ينفعك وينفع من عندك ويدعون لك المسلمين. أقف وقفات تاريخية. ذكر الذهبي في سير علام النبلاء والحفاظ والمؤرخون أن التابعين جلسوا
يعني في عهد ابن الزبير بن عمر جلسوا بعد صلاة العشاء في ليلة مقمرة في الحرم، قالوا من أكرم تجارنا في المعاصرين، من هم التجار رموز أكرمهم؟ قال أحدهم أكرمهم على الإطلاق هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، تاجر وكريم وسخي، كان يبني المساجد، كان يكفل الأيتام، كان يضيف. قال الثاني لا، أكرمهم عرابة الأوسي في العراق، الأنصاري الأوسي. قال الثالث بل أكرمهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري في المدينة. فقال لهم ابن عمر ومن عنده لا تختلفوا، لكم سنة، كل منكم يتنكر في زي مسكين ويذهب ويقصد هذا التاجر، وبعد سنة موعدنا هذه الليلة، كل يأتي بما عنده بما حصل من جائزة من هذا التاجر. فذهبوا جميعا الثلاثة، تنكروا بثياب، أما الذي ذهب إلى قيس بن سعد فلبس ثيابا ممزقة وعصا وأتى في الظهيرة، ما اختار الوقت المناسب. وكان قيس بن سعد بن عبادة من أكرم الناس، هو أبو سعد بن عبادة الأنصاري من سادة الخزرج رضي الله عنه. فطرق الباب فخرجت الجارية، قال وين قيس بن سعد؟ أنا قصدت الله ثم قصدته، فقير منقطع تقطعت به السبل. قالت سيدي نام في القيلولة وهو إذا نام لا ننقذه، لكن أنت تريد تنتظر ولا أنا أعطيك الجائزة اللي أنا أعطي، يعني مخول هي الجارية. قال اللي أعطيني لأني على عجل، فأعطته 1000 دينار فرجع بها. وأما من قصد عبد الله بن جعفر فإنه قصده وإذا هو مسافر وهو على فرس يريد الشام ومعه سيفه وحلية الفرس وفي الخرج دراهم وعدة مسافر يريد الشام عند معاوية. قال أنا منقطع إلى الله ثم إليه، قصدتك بعد الله. قال أنت لو أتيتني في المدينة كنت أكرمتك، ولكن والله ما عندي إلا هذا الفرس وما عليه وحليته والسيف، وإنه لك وإني أبقى تحت الشجرة. قال والله لا عود في عطيتي. قال والله إني نزلت تحت الشجرة. قال أنا يعرفني المار، يعرفني المسافرون. وأما الذي قصد عرابة الأوسي فأتاه في البصرة في العراق، قال فإذا خرج لصلاة العصر وهو متكئ وقد عمي متكئ على عبدين، قال قصدت الله ثم قصدته. قال اذهبت الحقوق كل مالي، والله ما بقي إلا هذين العبدين هما لك ودعني. قال والله تركت يتلمس الجدار وهو أعمى إلى المسجد. فقال السلف من التابعين بيعقدون الآن جلسة وبيحكمون، أما جعفر فقد أصاب وأجات وهو مسافر سوف يعرفه الناس وكريم، وقيس بن سعد كريم ما دام الجاري بتعطي 1000 دينار كيف لو قامه، ولكن أكرمهم عرابة الأوسي. فقام الشاعر وقال عرابة الأوسي الأنصاري، قال إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، رأيت عرابة القوسي يسمو إلى الغايات منقطع القريني. هذا مثل لتسابق الناس، وفي ذلك فليتسابق المتسابقون. قبل هذا موقفان عظيمان هزا حياة الصحابة رضي الله عليهم. صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر يقول من يجهز جيش تبوك وله الجنة. جيش تبوك يا أيها الأحباب السادة ترى 30,000، والذي يجهزه بالخيول طبعا، يؤخر بالمعدات بالأكل باللباس. فعاد صلى الله عليه وسلم على المنبر قال من يجهز جيش تبوك وله الجنة. فقام عثمان بن عفان كأنه علم في وسطه نار، في رأسه نار، وهو من الأغنياء الكبار، قال يا رسول الله تضمن لي الجنة؟ قال أضمن لك الجنة. قال فإني أجهزه بأحلاسه وأقتابه وخيوله في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو أمسك عثمان لكانت صفقة ذاهبة وكان انتهى التاريخ وأخذه الورثة، قلنا الإخوان كما يقول عجيري فيسعد فيه وارث متعفف تقي ويشقى فيه آخر يلعبه. والله أننا نعرف من أبناء الأغنياء الآن من لعبوا في أموال آبائهم، ولا ذكرهم بعمرة ولا حج ولا بناء مسجد، وأخذوا يخوت في أوروبا وشقق في كل مكان وفلل ونسوهم وأعطوهم بنات الناس، يعني تزوجوا وسكنوا، ويذكر في رأس السنة قال الله يرحم الوالد. الآن تذكر هذا موقف. عثمان شرى نفسه من الله مرتين، قال صلى الله عليه وسلم من يشتري بير رومة وهي بير لرجل يهودي عذبة الماء وله الجنة؟ قال عثمان أنا أشتريها، فاشتراها. في مسألة المرابحة مع الله، إن الدرهم بعشرة يعني الحسن بعشرة إلى 700 ضعف. رجل ذكر الشيخ الرحالة صالح العبودي وكتابه موجود تاريخ بريدة أسر بريدة، يعني هو من بلدي الشيخ سلمان من بلدتي بريدة، يقول إن فيهم رجل في عهد الجوع الذي مر بالسعودية قبل 80 سنة أشرفوا على الهلاك، وأصبحوا الناس يتساقطون من الجوع موتى في الشوارع في السكك، والشريدة أسرة معروفة من أعيان بريدة، فجاء جدهم
محمد بن عبد الله الشريدة أو منصور أو نحو ذلك، فأتى أبناؤه، كان كبير في السن، أتى أبناؤه ذاك لما حسوا بموت الناس، وكانوا هم تجار التمر، هم اللي يأخذون التمر من العراق مع لقيلات التجار، وهم وكلاء التمر في القصيم، وعندهم المخازن معبى تمر، والناس يموتون في الشوارع. فاجتمع الأخوان وأبوهم شايب كبير، قالوا راينا الآن إن خلاص ما عدنا نبيع، نبيع من الله، دخلوا الناس بيوتنا وجهزوا الماء من الآبار ونسقي الناس، تعالوا بالخدم والعمال نسقيهم ونعطيهم تمر. الناس يسقطون في الشوارع وما عاد في بيع، وقفنا البيع، البيع من الله مباشرة. فأخذوا المخازن وأتوا القصيم يأكل، يقول ورديات ثبه بعد ثبه ثبه بعد ثبه، ويطلعون الناس من السكك ويعطونهم، كل ما انتهى مخزن فتحوا الثاني، كل ما انتهى الثاني فتحوا الثالث، وجو من العراق بالتمر أيضا، إلى أن كشف الله القربة عن الناس. أبوهم كبير في السن في التسعين ذهب قال بشروا، انتهت المخازن شفتها، بعتوها ممن؟ قال بعناها من واحد أبشر. قال كم أعطاكم؟ قالوا أعطانا في الدرهم أكثر. قال درهمين؟ قالوا أكثر. قال كم؟ قال أعطانا أكثر من 10. قال مو بصحيح. قالوا والله أنا أعطانا أكثر من 10 إلى 70. قال من هو؟ قال والله. قال ونعم بالله أصبتم، اللي يبايع الله سبحانه وتعالى أنعم به وأكرم، ما أنت بايع صفقة. على هذا صح في الأثر، وهو حديث صحيح ثابت، أن عبد الرحمن بن عوف ترى كان من أغنى إلى طلبت أغنى الصحابة، هو عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، هو مبشر بالجنة منتهي، سواء تصدق ولا ما تصدق عاد في الجنة منتهي، صك من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. أتاه راحلة من العراق 1000 بعير مع كل بعير خادم، ودخلت المدينة، فنادى تجار المدينة ترى قافلة بن عوف وصلت إلى سوق الزوراء، فاجتمع تجار المدينة جميعا وحضر عبد الرحمن بن عوف، قالوا يا عبد الرحمن نعطيك في الدرهم درهم، يعني دبل ضعف، قال أنا وجدت من زادني، قالوا نعطيك درهمين يعني دبلين ضعفين، قال وجدت من زادني، قالوا نحن تجار المدينة تجار الحجاز ما اللي زادك؟ قال أنا وجدت ملك الملوك أعطاني في الدرهم 10 إلى 700، أشهدكم أنها بجمالها وطعامها وما عليها من لباس وما عليها من كل شيء في سبيل الله، الأيتام والمساكين والفقراء، والله لا أعود إلا بعصاي هذه. قالوا سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. هذه التجارة الرابعة، هذا الباقي، هذا الثابت. آخر نموذج لعلق بكلمتين، تعرفون أن العلم إذا اجتمع مع المال نعمة من الله، الفقه الإيمان إذا اجتمع مع المال خير إلى خير. أذكر ابن عبد الله المبارك والعالم الرباني الكبير، كان تاجرا وكان شاعرا وعابدا وزاهدا ومجاهدا، يقول الذهبي قض نهارك مع ابن المبارك، ألف في رسالة، كان أصحابه يجلسون بس في السمر أعطونا صفات ابن المبارك، كان تاجرا كبيرا، يقول أراد الحج مرة في مرو، كان يسكن مرو بلدة في العراق في الآن في إيران قريب من خراسان، قال نادوا في الناس من أراد الحج فليأتنا، قالوا نريد الحج لكننا لا نريد بنفقتنا نحن، قال نفقتكم كل يكتب على نفقته في صرة ويكتب اسمه، فأخذ نفقات الناس وحطها عنده في صالة وأغلق عليها، كل واحد بنفقتي فلان ابن فلان وأغلق عليه، ذكرها الذهبي وابن كثير والحفاظ وابن الجوزي وابن جرير الطبري بأسانيد صحيحة. فأخذ كل أهل خراسان حجاجا، منهم الضعفاء ومنهم من عنده خير ومنهم طلبة العلم ومنهم الأيتام، فحج بهم، قال فإذا انتهى من الحج على نفقته وعلى قافلته وعلى طعامه وسكنه، لما انتهى قال لأهل الحجاج ما رأيكم ترى يبارك في نفقة الحجاج، تريدون هدايا من مكة اللي يشتري هدايا ندفع ونفقتكم باركة، قال بعضهم والله أنا نفقتي ما أتحمل، قال لا ترى يبارك للحاج، ترى مدعو هذا في الحديث يبارك للحاج في نفقته، فاشتروا هدايا وصلبهم المدينة وانتهوا، قال اشتروا من هدايا المدينة، قالوا يا أبا عبد الرحمن نفقتنا والله ما أتحمل، قال والله أنه يبارك الحاج في نفقته، فشروا الهدايا، فلما عادوا إلى مرو أو لما لهم وليمة ولأهل مرو قال ردوا لهم النفقات، فردوا ينادون الإنسان باسمه هذه نفقته، قال كيف؟ قال كيف؟ أنا ما قلت لكم أنه يبارك في الحاج للحاج في نفقته، هذا ما بارك الله لكم فيه في النفقة والأجر. هذه قصة ثابتة معروفة، وأنا أقول يا إخوة بعض الناس ترى يركز على أشياء في نفقته ويظن أنها الوحيدة، حتى أن بعض التجار الآن متحولين يسألونك عن صيام النوافل بس ما يسألك عن الإنفاق، ومركز على صيام الاثنين والخميس بس المال صعب، يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال،
إن إنفاق المال الآن نحن بحاجة إلى مال وإلى علم، ولذلك عليها تبنى حضارة الإسلام وثقافة الإسلام ورسالة الإسلام. وبالمقارب حتى ألف الخطيب البغدادي كتاب البخلاء حتى من التجار، وألف الجاحظ كتاب البخلاء، فيه من القصص العجيبة. والله يا أخوة إنني أتأمل بعض، أقول فين العقل؟ وين الشهامة؟ وين الإيمان؟ وين العلم؟ حتى لو كان ما في إيمان، طيب حاتم الطائي يقول: أما والذي لا أعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميمه، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما يقال لئيمه. يقول والله أني أتأنفق علشان لا يقول بخيل. ذكر ابن جوزي قصتين في كتاب صيد الخاطر وعودوا إليها. تاجر في بغداد من أكبر تجار بغداد بخيل، مضرب المثل في البخل، قال: تغاضب أولاده فأراد أن يحرمهم التركة، يحرمهم الورث الميراث، فأمر بعملته أن تحول إلى حبات من الذهب الصغير ثم ابتلعها. قال: وكرش بطنه، ولما أتى يقول أتوا بطبيب عنده بعد ما سار طبعا جثة، ذكر ابن جوزي، قال: وحضر الطبيب قال: هذا في داخله ذهب، وعليكم أن تشقوا بطنه قبل ما يدخل القبر. فشقوا بطنه فوجدوا، يعني من حب الدنيا التعلق. ويقول هو عالم رباني صادق ابن الجوزي، يقول: أعرف تاجرا كان من في جوارنا في بغداد أمر بالذهب أن تحول إلى سبائك، وقال: حطوها في بلكة، يعني شيء، وحطوها تحت رأسي في القبر، فيها وصية بيلحقها في القبر. يقول سبحانه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يقول سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نحن أمام أخيار وغيرهم المذكر والمعلم الذي نعلمه ونذكره أن الأمة الإسلامية الآن تعيش وضعاً غير طبيعي، غنى فاحش مع فقر مدهش، ناطحات سحاب مع بيوت صفيح. أنا وصلت مخيمات اللاجئين كما وصل غيري، والله يا أخوانهم عجزوا عن الدقيق، إن الدقيق أنهم عجزوا عن يوفروا الدقيق، وأنهم يبحثون عن رغيف. وإني وجدت طفلاً في الزعتري وطلعناه في التلفزيون، إنه بفنيلة ممزقة في شدة البرد، وإنه يرتعد برداً وماشي حافي في الطين، يعني ما وجد لباس. وإني أعرف شعوباً عجزوا عن الماء، وإن ناس يصلون في العراء، وإن المطر يضرب عليهم والشمس، وهم بحاجة إلى دعم. فالله الله رسالتنا اليوم رسالة التراحم، نحن أمة المرحمة، ونحن في بلد اشتهر. أنا أعلن هنا أنه أول مرة في حياتي، أنا زرت أكثر من 40 دولة، يمكن 200 مدينة في العالم، أول مرة في حياتي أتكلم في 50 دقيقة في إذاعة قطر القرآن الكريم. يتبرع القطريون ببناء 70 مسجد في 50 دقيقة، أول مرة في حياتي. فأقول: بيض الله وجهكم في قطر ورايتكم مرفوعة، وما كان من خير أتوه، فإنما توارثوا آبائهم قبل، وهل ينبت الخطي إلا وشيجه، وتغرس إلا في مغارسها النخل. تقبل الله منكم. وأختم بهذه الآية: اجعلوها في أذهانكم لا تنسوها، وهي آية السنبلة الجميلة الرائقة الرائعة التي تقدم لكل تاجر، وهي أجمل، هي أجمل رسمة في العالم ترى، هي السنبلة، سنبلة القمح. وحتى بزر جمهر، وفي يقول ملك الهند أنه الرسمة المفضلة عنده في القصر هي كانت رسمة السنبلة، سنبلة القمح. قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ما تصدق متصدق بصدقة إلا قبلها الله سبحانه وتعالى ثم رباه لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، يعني فرسة. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما أصبح صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعذب منه سلسال، الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. وأشكر إخواني جزاهم الله خير على أن سمحوا لي أن أتقدم عليهم، وهم أولى بأن يتقدموا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك ما شاء الله. جزاك الله خير شيخنا، جزاك الله خير. إذن هذه الأخلاقيات التي تحدث عنها فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني أثمرت لنا تجارا مباركين تركوا بصمات مضيئة
وغيروا مجرى التاريخ في مساحات واسعة من هذه المعمورة. وسيحدثنا الآن عن بعضهم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن داخلون كان القرآن يتلى في هذه الصالة المباركة، فكانت السورة سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وسمعت الآية الكريمة في قوله عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا تغيير مجرى التاريخ، استطاع أن ينقذ الشعب المصري من المجاعة. يوسف أحدث تغيير بواسطة المال، بواسطة الاقتصاد، مثل ما يحدث اليوم في تركيا على سبيل المثال. استطاع أن يدبر أمر الشعب المصري، لم يتحول الشعب المصري من الوثنية إلى التوحيد، ولكن هناك من تحملوا واهتدوا، وهناك من تأهلوا، وعلى أقل تقدير أصبح هناك علاقة دافئة وقابلية وحب لهذا النبي الذي يعرفون حسن بلائه عليهم. هذا نمط من تغيير وجه التاريخ. لم يكن يوسف غنياً يملك المال أو ثرياً، ولكنه استطاع بواسطة تدبير المال أن يحدث هذا التغيير. إذا نحن لما نقول يعني أغنياء أو تجار، لا يلزم بالضرورة أن تكون التجارة معنا أنهم يملكون أموالاً هائلة، ولكنهم إما أن يملكوا المال أو أن يدبروا المال. كذلك من جهة أخرى، مسألة تغيير وجه التاريخ. ماذا يعني تغيير وجه التاريخ؟ ربما يعني الدعوة والتربية والجهاد هي نوع من تغيير مجرى التاريخ، لأن فيها إصلاحاً ودعوة إلى الناس. التعليم وصياغة العقول هذا نوع من تغيير مجرى التاريخ. جانب الصحة والطب والعلاج للناس نوع من تغيير مجرى التاريخ. الابتكار والإبداع وتشجيع وتنمية المواهب هذا نوع من تغيير مجرى التاريخ. وربما تلاحظون أنه بطبيعتنا نحن دائماً نركز على القادة العسكريين وعلى المعارك التاريخية، وكأن الحياة البشرية هي معارك. يا أخي، الذي اخترع مثلاً التلفاز، ألا نستطيع أن نقول أنه غير مجرى التاريخ؟ لأن هذا الجهاز أصبح في كل بيت ويصوغ عقول الملايين، مننا أكثر حتى من المدارس وأكثر من التعليم. الذي اخترع السيارة أليس غير مجرى التاريخ؟ نحن أصبحنا حينما نريد أن نخطط لمدينة، لم يعد القضية أننا نضع طرق صغيرة تتسع للبعير بأحماله وأقتابه، وإنما أصبحنا نوسع الشوارع من أجل السيارات. وحتى العابد الذي يحج أو يعتمر أو يسافر، هذه الخدمة نفعت. إذن الإبداع بكل أنماطه وصيغه وأشكاله هو نوع من تغيير مجرى التاريخ، والمسلمون ضربوا بسهم في كل هذه المجالات. ولذلك مثلا تجد الأئمة، أئمة الفقه، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، أحمد، الأوزاعي وغيرهم، هؤلاء غيروا مجرى التاريخ من خلال رسمهم لطرق التشريع وطرق الاستنباط والفقه، وكونوا مدارس عظيمة تربى عليها الملايين من الناس. مذهب أبو حنيفة حفظ الله به الإسلام في روسيا وفي ما وراء النهر وبلاد المشرق إلى اليوم، وهكذا المذاهب الأخرى. كذلك طبعا المصلحون والقادة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هؤلاء أيضا أئمة كبار وعظماء غيروا مجرى التاريخ. ولكن يظل أن المال هو عصب الحياة. أبو حنيفة الذي تكلمنا عن مذهبه كان من التجار، وكان عنده طريقة، وهي أنه يأتي للشباب والطلبة المحتاجين ويقول: أعطيك مالاً عارية قرض تتاجر فيه، وإذا استغنيت ترده حتى يعطيه لشاب آخر. فكان يتعاهد طلبته بهذا المعنى. شخصيات غيرت وجه التاريخ: سليمان عليه الصلاة والسلام وقصته مع بلقيس، لما أعطته الهدية قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الإبهار، سليمان استطاع أن يخطف عقل بلقيس بالإبهار، لما قال إنه وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
إذن هنا عملية الإبهار، عملية التفوق، عملية التقدم، والحضارة هي أحد المعايير التي تؤثر في الناس. اليوم أحد الأسباب التي تصد عن سبيل الله وتجعل الناس لا يفكرون في دخول المساجد ولا في قراءة القرآن أنهم يشاهدون أوضاع المسلمين أوضاعاً مأساوية، تخلفاً في مجال التفكير والسياسة والتخطيط والأمن والاقتصاد والنهوض الحضاري وفي مجالات كثيرة جداً. فلا بد لنا ولا مندوحة من أن نفكر بأن سعينا للنهوض هو خدمة لدين الله عز وجل. أبو بكر الصديق السابق، سابق العرب، هو من الذين غيروا مجرى التاريخ، والله تعالى قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال سبحانه في سورة والليل إذا يغشى التي فيها العطاء فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال في آخرها وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كان أبو بكر الصديق تاجرا وبدأ يعتق العبيد الضعاف، فقال له أبوه يا بني إذا كنت معتق فأعتق أقوياء يدافعون عنك، وقال يا أبتي إنما أريد ما أريد لله، يقول أنا لا أنظر للمقاييس المادية والدنيا وإنما أنظر إلى ما يقرب إلى الله عز وجل. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ثريا غنيا، وحينما ولي الخلافة خرج من الغد ومعه أطواق وأطوال من البز يريد أن يبيعها في السوق، فوقف الصحابة أمامه قالوا له وين يا أبا بكر؟ قال أريد أن أروح أبيع لأنفق على نفسي وعيالي. قالوا ما يصير، أنت الآن تتحمل مسؤولية كبيرة. قال لا أترك أولادي يعني يضيعون. فجلسوا وقرروا له مرتب أن يعطوه كل يوم نصف شاة نصف ذبيحة، يعني يأكل ويبيع ويطعم أولاده منها ويستغني بها. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجر، كان المال مثل البساط الذي يقعد عليه ومثل الدابة التي يركبها. أكثر من هذا، وأشار الشيخ عايض إلى هذا المعنى، العشرة المبشرون بالجنة وهم يعني فريق مخصص من الصحابة رضي الله عنهم، ألا يلفت نظرك أن أكثرهم كانوا تجاراً؟ هذا أبو بكر الصديق كما ذكرت لكم، سعد بن أبي وقاص كان تاجراً ترياً معطاءً، عبد الرحمن بن عوف مثل ما سمعتم، الزبير كان غنياً مكثراً عنده ملايين، طلحة كذلك، عثمان بن عفان كذلك. الإسلام سبحان الله فيه أكثر من نمط، فيه نمط الزهد والتواضع مثل ما تجد في أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الذي يقتصر على من اللباس والطعام على الشيء البسيط، وفيهم الأثرياء الكبار. النصوص الشرعية فيها هذا وفيها هذا، النصوص فيها نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا يعزز نمط التجارة كما في العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، وفيها يعني الإشارة إلى التواضع وإلى الزهد في الدنيا الذي يعزز مسلك أبي ذر وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا تجده في الأمة كلها، لأن الإسلام دين لم يأتي للأثرياء والرأسماليين مثلا ولا جاء للفقراء. ولذلك من الخطأ أنك تجد مثلا في بعض كتب الوعظ تجد عنوان يقول لك مثلا باب فضيلة الفقر، أي فضيلة للفقر؟ لم يرد في الفقر فضيلة أبدا، وإنما الفضيلة في الغني التقي الخفي، أما الفقر فهو سبب في يعني الضعف وسبب في الانشغال بالنفس، ولم يرد في فضيلة الفقر نص على الإطلاق، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفقر. خديجة رضي الله عنها هي من العظماء، وذلك نحتج على كونكم قلتوا رجال غيروا، أظن معنا أخواتي يسمعون، أنا أسمع صياح الصبية يتضاغون يعني. فأنت تتكلم عن يعني رجال ونساء غيروا مجرى التاريخ. خديجة الصديقة رضي الله عنها غيرت مجرى التاريخ، ومن يذكر النبوة والبعثة إلا يذكر خديجة لما يعني استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم وآوته وقالت أبشر والله لا يخزيك الله أبدا في ذلك الموقف الصعب،
وهي التي تعرفت على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال التجارة، وذهب في تجارتها إلى الشام وتعرفت على الصادق الأمين النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الذي رعى الغنم لأهل مكة، مارس التجارة أيضا حينما ذهب إلى الشام. إذن عندنا رجال ونساء أغنياء غيروا مجرى التاريخ. هناك نمط آخر، ليسوا رجال وإنما مظاهر. أهداني الدكتور الفاضل والشيخ المقدم فيصل بن جاسم مرة كتاب اسمه أولياء الله في الشرق البعيد، يعني لا أريد أن أذكر مؤلف هذا الكتاب حتى لا يسقط الكتاب من عيونكم، وإلا هو حقيقة كتاب جدير جدا وعظيم، يتكلم عن المسلمين الحضارم وغيرهم الذين ذهبوا إلى أندونيسيا وماليزيا وغيرها في شرق آسيا وفتحوها بالأخلاق الكريمة وبالتجارة، لم يذهبوا بالسيوف ولا بالقتال وإنما كانوا تجار. ولا يمنع أن التجارة كانت هي عمل، وإلى جواره كان عندهم نية واحتساب أن توظيف التجارة للتواصل الحضاري والتثاقف والتعارف مع الشعوب الأخرى، ومن خلال ذلك تقديم روح الإسلام. يعني أنت ممكن توظف البعثة والدراسة للتواصل مع الآخرين وتعريفهم على ثقافتك، وممكن توظف العلاج، وممكن توظف المال، كل هذه الوسائل يمكن أن توظف. فهؤلاء سبب في إسلام دولها الآن ربما تزيد على 200 مليون مسلم، تعتبر يعني من أكبر وأعظم الدول الإسلامية. الإسلام يتميز بالسهولة والبساطة، ما يجعل أنه أي أحد يمكن يتفهم ويتقبل فكرته، إن كان أعرابياً في صحراء أو كان فيلسوفاً أو كان أستاذاً في مختبره، كلهم يتفهمون عقيدة التوحيد والتشريعات الإسلامية والعبادة. يتميز بالصدق الذي يظهر من خلال تعامل التاجر والوضوح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار: ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يتميز أيضا بالأمانة في المال والعطاء والتجارب. يتميز بالعدل وتجنب الجشع والمبالغة في التربح على الناس كما هو في المذهب الرأسمالي وفي أيضا مذهب الطامعين الذين لا يهمهم إلا ما أدخلوا من جيوبهم ولا ينظروا إلى حاجة الفقير والمسكين. أيضا لاحظ هؤلاء الناس من التجار المسلمين تجردهم من العنصرية. فالإسلام هنا لا يميز بين لون أبيض وأسود وبين عربي وعجمي، ولا يميز بين أحد، وأيضا في التعامل والأخلاق الكل سواسية. ومن هنا وجدوا هذه القيم العظيمة في تعامل التجار المسلمين. أختم بنقطتين، أنه نحن هنا لا نتكلم فقط عن حالات فردية تجار، وإنما نتكلم عن مؤسسات. الواقع المعاصر اليوم هو واقع مؤسسي. فعندنا الأوقاف الخيرية في التاريخ الإسلامي، وكتب العلماء وألفوا فيها، لم يترك المسلمون مجالا من مجالات الحياة إلا وعنده فيها أوقاف بشكل مذهل، ولا يوجد في أي أمة من الأمم الأخرى. حتى أن الدارسين في أوروبا وأمريكا يقولون أن الإسلام سبق إلى ابتكار مؤسسات المجتمع المدني من خلال الأوقاف التي خدمت الحضارة في التعليم وفي العلاقات الاجتماعية وفي الزواج وفي التجارة وفي العلاج والمستشفيات وفي كل مجالات الحياة بلا استثناء. وكتب فيها العلماء بما مقدوركم أن تشاهدوا وتقرأوا بعض ما كتب. واليوم حركة الأوقاف بدأت بشكل جميل ورائع هنا في قطر وفي الكويت وفي السعودية وفي أكثر من بلد إسلامي، مكة المكرمة على سبيل المثال والمدينة وكل عواصم الإسلام فيها هذا الحراك الوقفي. تركيا الآن أيضا أصبحت واحة لاستقبال الأموال ولتوظيف الأوقاف، ومن الأوقاف التي شاركنا فيها ونحن يعني أعضاء فيها وقف الأمة الذي هو يقوم على خدمة المسجد الأقصى ومتابعته ودعم الفلسطينيين أن يبقوا في أماكنهم في القدس حتى لا يتم التهجير وإفراغ المنطقة هذه واحتلالها من قبل الصهاينة ومن قبل المستوطنين. وحدث ولا حرج من الأوقاف الكبيرة والضخمة التي أشاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. يعني أريد أن أعيش عمراً آخر غير عمري إلا من ثلاث: صدقة جارية. وهذا هو الوقف.
لأن الوقف ليس صدقة من الورثة عليك، لا، وإنما هو صدقة من الله عليك، أن الله تعالى جعل للإنسان أن يتصدق بثلث ماله بعد وفاته، ويمكن أن الإنسان يوقف كل ماله وهو حي في سبيل الله. إذا موضوع الأوقاف الخيرية نمط. النمط الثاني المؤسسات الخيرية، وأنا أجدها فرصة أن أشيد بهذه المؤسسات التي رأيناها في قطر. نحن تعرفنا على يمكن 5 مؤسسات رأينا نشاطها الخيري، ووجدنا أنه ربما أن ما تنفقه، مجموع ما تنفقه هذه المؤسسات سنوياً ربما يعني يزيد على يعني يمكن مئات الملايين سنوياً. يعني جمعية واحدة تبرعت ب 900 مليون أو بواسطتها 900 مليون سنوياً، هذا رقم مذهل. صحيح. لكن لا تستغرب، لأن الأموال الموجودة في الأرصدة، أموال الخليج في الأرصدة 4 تريليون، وهذا معناه أن زكاتها 100 مليار. كذا يا شيخ علي؟ 100 مليار. هذه لو أخرجت 100 مليار غيرت وجه التاريخ وغيرت وجه الأرض. فأعتقد أنه نحن بحاجة إلى ترشيد الإنفاق، إلى أن نعرف أين نضع المال، ليس بطريقة عاطفية وإنما بطريقة عصرية وطريقة مدروسة. أسأل الله تعالى أن يزيدكم توفيقا وخيرا وبركة، والشكر لهذه الجمعيات التي تحدثت عنها، ولهذه الأخوة المنظمين، ولهذه الوزارة الكريمة ووزيرها الذين استضافونا في هذه الليلة المباركة. فضيلة الشيخ دكتور سلمان العودة جزاك الله خير. وتحت عنوان المسؤولية الاجتماعية بين النظام الإسلامي والنظم الأخرى يحدثنا فضيلة الدكتور طارق سويدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معالي أخي وزير التجارة، معالي الشيخ، المسؤولين عن هذه الجمعية المباركة، جمعية عيد الخيرية التي استضافتنا هذه الليلة، أخواني المسؤولين كلهم بمقامه، وأخواني العلماء والسادة الحضور والإعلاميين، سعيد جدا بوجودي بينكم وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وشكر مضاعف أن يعني استضفتوني مع أساتذتي الكرام لنتعلم منهم ونستفيد منهم، وأكرموني بأني أتحدث بحضورهم. الحديث الذي سأتحدث عنه هو يختلف عن طبيعة الطرح الذي يتحدث عن النماذج العالية في الإسلام، وإنما سأتحدث عن المسؤولية الاجتماعية المعاصرة وكيف تدار الأموال في المسؤولية الاجتماعية. قبل أن أدخل بالتفصيل، دعونا نفهم لما نقول المسؤولية الاجتماعية social responsibility ماذا يقصد بها. اليوم هذا مصطلح سائد في الشركات والمنظمات، وهو أن الشركات والمنظمات الربحية بالذات مطلوب منها، بالإضافة للضرائب التي تدفعها للدولة والالتزامات القانونية عليها، مطلوب منها أن تخصص جزء من أرباحها لدعم المجتمع، ومن هنا جاء اسم المسؤولية الاجتماعية. والفلسفة العلمية وراءها أن المجتمع هو سبب ربحك، وبالتالي واجب عليك أن تعطي هذا المجتمع الذي هو سبب ربحك بالمقابل. هذه النظرية ليست هي النظرية الوحيدة في المسؤولية الاجتماعية، وإنما هناك مجموعة من كبار علماء الاقتصاد يعارضون تماماً المسؤولية الاجتماعية، يعتبرونها خطأ جسيم. ومن الإنصاف العلمي أن نذكر وجهتي النظر، حيث يقولون الشركات والمنظمات ليس عليها مسؤولية اجتماعية إطلاقاً، وإنما الذين يملكوها كأفراد عندما تأتيهم الأرباح هم الذين يتصدقون، لكن الشركة نفسها هذه ليس دورها أن تتصدق، هي دورها أن تربح وتعطي لملاكها، وملاكها هم الذين يتصدقون. وأن إذا طالبنا الشركات والمنظمات الربحية بالمسؤولية الاجتماعية، فنحن خلطنا بين العمل التجاري والعمل الخيري، والأصل أن لا نخلط بينهما. هذه النظرية الأخرى أيضا نظرية قوية جدا ولها أدلتها، والحقيقة عندما تنظر بالتفصيل العلمي للنظريتين ستجدهم بالأدلة متساويتين، يعني ما في واحدة في الحقيقة ترجح رجحان واضح
على الأخرى. وأنا شخصيا طبعا أميل إلى أن نعم لا توجد مسؤولية اجتماعية، وهذا جزء من المطلوب من الشركات والمنظمات الربحية. ولذلك من هذا الباب ومن باب قناعتي أنها رغم أن النظرية الأخرى قوية وليست المسألة محسومة، لكنها وجهات نظر، فأنا أميل إلى وجود المسؤولية الاجتماعية بالشروط، ليست على إطلاقها، وهذا التي سأحدثكم عنها، شروط التطوع أو التبرع من خلال المسؤولية الاجتماعية وما استقرت عليه الدنيا في علم الإدارة، إدارة المال في المسؤولية الاجتماعية، والقوانين التي تتبع ذلك حتى يسترشد بها أخواننا وأخواتنا الذين في العمل التجاري. قبل أن أدخل في شروط المسؤولية الاجتماعية، هناك فلسفة رئيسية في الإسلام أشار لها أساتذتنا الكرام، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل للجنة طرق وليس طريقا واحدا، طرق كثيرة للجنة. أذكر كنت عند الشيخ الله يرحمه أستاذنا وحبيبنا أبو بدر عبد الله العلي المطوع من رواد العمل الخيري في العالم، وأنا سبحان الله كل ما ذهبت إلى مكان في العالم أجد آثار هذا الرجل المبارك رحمه الله تعالى، وكان بيني وبينه صحبة يعني خاصة غير عادية. فيوم من الأيام دخل عليه واحد من الشباب عنده مشروع تجاري، مشروع خيري، وبدأ يعني يطرح المشروع بحماس شديد. بعدين لما خلص من الطرح قال عمي أنت اللي محتاج المشروع. فاستغرب أبو بدر الله يرحمه، قال له ليش يا وليدي أنا محتاج هذا المشروع؟ قال هذا يوديك الجنة. ضحك أبو بدر قال يا وليدي بس هذا يوديني الجنة؟ هناك آلاف الطرق للذهاب للجنة وليس هذا فقط. هذا المشروع من طرق الجنة، الله يبارك لك وحماسك فيه، لكن ليس هو الطريق الوحيد للجنة. ممكن أدخل الجنة من أدوات كثيرة، ممكن أدخل الجنة بالسياسة، ممكن أدخل الجنة بالفن، ممكن أدخل الجنة بأدوات كثيرة. ولذلك واحد من كبار عباد المسلمين الفضيل بن عياض، وهو رحمه الله تعالى من العباد الكبار، هو الذي كان يسمى عابد الحرمين، وفي القصيدة الشهيرة لعبد الله بن المبارك يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، يفاضل بين الجهاد والعبادة. فالمقصود بعابد الحرمين هو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وكان صديقا للإمام مالك بن أنس إمام أهل السنة وأحد الأئمة الأربعة الكبار. فالفضيل أرسل رسالة إلى الإمام مالك قال يا إمام أراك انشغلت بتعليم الناس عن العبادة، انشغلت بتعليم الناس عن العبادة، ولو تفرغت للعبادة كان خيرا لك. فرد عليه هذا كلام العالم العابد، الآن شوفوا العالم ماذا يقول. فرد عليه الإمام مالك العالم الجليل فقال يا إمام إن الله وزع الأرزاق، والأرزاق ليست الأموال فقط، وليست نعم الأرزاق ليست الأموال فقط، فمنهم من حبب الله له العبادة، ومنهم من حبب له العلم، ومنهم من حبب له الصدقة، ومنهم من حبب له الجهاد، وكل ميسر لما خلق له. إذن التاجر الذي يتفرغ للتجارة لكن يديرها صح في الدنيا والآخرة هذا نصيبه في الجنة لا يقل عن ذلك العابد ولا يقل عن ذلك العالم. وقيسوا على ذلك كل مناحي الحياة من فنون وآداب وعلوم ورياضة واقتصاد وغيرها، كلها طرق إلى الجنة، وكل ميسر لما خلق له. أعود إلى المسؤولية الاجتماعية، ما هي شروطها؟ هنا تحدث العلماء العلم الحديث في هذه المسألة بأعماقها، وسأشير إلى بعض الارتباطات الإسلامية فيها. الآن بنك من البنوك الإسلامية مثلا ربح، سيخصص جزء من هذه الأموال للعمل الخيري، خلينا نسميه كم يخصص للعمل الخيري؟ هل ممكن يخصص مثلا 30% من الأرباح يجعلها للعمل الخيري؟ هل 20%؟ ما هو الرقم المناسب؟ هل 10% كثير ولا قليل؟ هذه المسألة ليست عشوائية، علميا الرقم المناسب هو 5%، الرقم المناسب في المسؤولية الاجتماعية هي 5%. إذا تبرع ب30% مثلا هو قاعد يتبرع بأرباح الملاك، وبالتالي تجاوزنا قضية أن مسؤولية اجتماعية.
وعلى فكرة يعني بس من باب العلم البحث، المسؤولية الاجتماعية في الغرب هي وسيلة من وسائل التسويق، حتى الشركة والمنظمة تلمع صورتها في المجتمع وأنها يعني مهتمة بالمجتمع بالنواحي المختلفة، فهم لا يعتبروها فقط مسؤولية اجتماعية وإنما هي تبرع من أجل تلميع صورة هذه المنظمة، فهي إذن باب من أسباب التسويق في الغرب، بينما نحن عندنا عندما نعطي هي باب من أبواب الصدقة وباب من أبواب الوقف وتنمية المجتمع، وسأتي لبعض هذه المعاني بعد قليل. إذن الرقم المناسب هو 5%. أمر آخر أيضا استقر علميا وهو أن المسؤولية الاجتماعية عندما تعطي المنظمة أفضل أنواع العطاء ليس هو المال، هذا قانون من قوانين المسؤولية الاجتماعية، أفضل أنواع العطاء هو ما كان من جنس عمل المنظمة. فمثلا نحن كشركة إبداع للتدريب إذا أردنا أن نعمل عمل خيري أو مسؤولية اجتماعية فممكن نخصص مقاعد في دوراتنا التدريبية لتدريب مثلا شباب الثورة السورية، فهنا أحسن عطاء هو ما كان من جنس عملي. ليش؟ لأن تكلفته علي أقل، بينما لما أعطي مال وهذا راح يشتري فيه دورات تدريبية سيكلفه أعلى، فأنا ممكن هنا بسعر التكلفة عمليا قاعد أعطي وبالتالي أقدر أعطي أكثر. شركة كمبيوتر عندما تريد أن تعمل مسؤولية اجتماعية أفضل عطاء هو ليس المال وإنما أن تقدم لجهة خيرية ولا يعني جهة تعليمية خيرية تعمل لهم شبكة أو تتطوع لهم بأجهزة وأمثال هذا، وقيسوا عليها كل شيء. شركة ميديا، شركة إنتاج فني، أفضل ما تقدمه مرة أخرى ليس المال وإنما ممكن تعمل برنامج تلفزيوني مجانا أو تعمل دعاية لجمعية عيد الخيرية المباركة مجانا، هنا يأتي العطاء من جنس عمل المنظمة. من الذي يعطي المال؟ يعطي المال هي المنظمات اللي شغلها المال، مثل شركات الاستثمار أو البنوك الإسلامية وأمثالها، هؤلاء يعطوا هذا العطاء من المال، لكن الأنواع الأخرى فأفضل أنواع العطاء هو ما كان من جنس عمل المنظمة، فهذا شرط آخر من شروط العطاء في المسؤولية الاجتماعية. أمر آخر يقترحه علماء الإدارة في هذه المسألة وهو أفضل أنواع العطاء هو ما كان في التنمية وليس في الإغاثة، يعني ممكن نعطي للإغاثة لكن اقتراحنا للسادة خاصة المسؤولين عن العمل الخيري هذا الاقتراح محدد، وهو أن نأخذ جمعية عيد الخيرية المباركة، الآن عندهم مثلا مئات الملايين من الريالات يريدوا أن يعني أعطوهم إياها استأمنوها عليه الناس أساس أن يتبرعوا فيها، هنا تأتي أنواع من العطاء في إغاثة وهذه واجب لابد أن ندعمهم، وفي تبرع بمعنى ليس إغاثة لكن أتبرع لمدرسة أتبرع لمستشفى، وفي تنمية أني أدرب مثلا أناس على مهنة، هنا دخلنا في التنمية. أفضل أنواع العطاء علميا هو ما كان موجها للتنمية وليس للإغاثة، لأن الإغاثة تحترق لكن الأموال التنموية هذه تستمر، والاقتراح محدد أن الذي يخصص للإغاثة لا يزيد عن 10% من الأموال الخيرية، وإلا ستحترق أموال الخيرية في الإغاثة، والإغاثة هذه حقيقة مسؤولية الدول أكثر منها مسؤولية الجهات الخيرية، الإغاثة في النهاية إطفاء حرائق والحرائق لا تنتهي والطغاة يعني شغالين بأشعال الحرائق وإحنا شغالين بإطفائها، بينما هذا مسؤولية المجتمع الدولي كما يسمونه، والمنظمات التي تشتغل في العمل الخيري بالذات مطلوب منها أن تشتغل بالتنمية. وهنا يأتي معنى آخر يرتبط بقضية التنمية، وهي يقول المثل الغربي لا تعطني سنارة ولكن علمني كيف أصطاد، هناك مثل أحسن من هذا هو لا تعطني سنارة لا تعطيني سمكة وإنما علمني كيف أصطاد، لو أعطيتني سمكة سأأكل يوم واحد، طيب لو علمتني كيف أصطاد
سأكل طوال السنة، إلا لما تكون في فترة عواصف، في هذه الحالة أيضا سأتوقف عن الصيد. فالمثل الأحسن من لا تعطني سمكة ولا تعلمني حتى كيف أصطاد، وإنما علمني كيف أتعلم. اليوم أنا عندي أبحاث في قضية مش التعليم وإنما التعلم ومنهجية التعلم وقواعد التعلم. أنا أعرف كيف أدرب الشباب أن يتعلم، يقدر يتعلم ما يشاء إذا أعطيته مفاتيح التعلم. وبالتالي لو هاج البحر أسبوعاً ما يقعد عاطل عن العمل لأنه ما يعرف إلا أن يصطاد سمك، وإنما بهذه المهارة، مهارة التعلم، يستطيع أن يتعلم أي شيء، وبالتالي يكون عنده فرص أخرى لتنمية قدراته المالية. فإذن أفضل أنواع العطاء هو ما كان من جنس عملكم، أفضل أنواع العطاء هو ما كان في التنمية وليس في الإغاثة، وأفضل أنواع التنمية هي ليست التنمية المحددة مثل تنمية في الصحة ولا تنمية في التعليم، وإنما أفضل أنواع التنمية هي ما كانت في تنمية القدرة على التعلم. وللأسف هذا أمر غير مطروق، مع أن لم أرى أحد يعلم كيف نتعلم، تعلم أي شيء. طبعا هناك نوع آخر من التنمية وللأسف أيضا مهمل بشكل كبير، وهو تنمية القادة، واللي نسميها اليوم succession planning، خطط الإحلال. دعوني أتكلم قليلا عن هذه المسألة لخطورتها وأهميتها. دقيقتان شيخ. إن شاء الله. لو سألتكم كم عدد المسلمين في العالم، فقد تقولوا لي والله 1,300 مليون أو 1,500 مليون أو 1,700 مليون. أي هذه الأرقام صحيح؟ ما يفرق يعني، العفو، لو كانوا 1,300 ولا 1,700 هل ستفترق علينا أحوالنا؟ لاحظوا نحن نتكلم عن فرق 400 مليون إنسان ليس لهم أثر في الحياة، والدليل أن احنا ما شاعرين بوجودهم. الآن قارنوا معي، لو أضفنا للأمة 400 شخص قيادي يفهم القيادة ويفهم تخصص دقيق يتقنه ويحترم البشر ويعرف دينه ويعرف كيف يفهم الحياة حولنا وفي الغرب، 400 واحد كيف سيفعلوا في الدنيا؟ وللأسف اليوم اهتمام المنظمات بقضايا الإغاثة أو قضايا الفقر أو قضايا مهم، لكن الأهم منه هو التنمية، والأهم من التنمية هو التعلم، والأهم من التعلم هو تنمية القادة. فهذه مراحل في قضية العمل الخيري. أختم بناء على طلب أخي عقيل بقضية أن أفضل ما كان من، وهذا من التجربة الإسلامية الفريدة، هي ما كان في قضية الوقف. كثير من الناس اليوم لا يعرف أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أوقاف التي أشار إليها المشايخ، ما زالت موجودة اليوم في المدينة المنورة إلى اليوم. هناك وقف سيدنا عثمان، وهذا الوقف ريعة يروح للتنمية والعمل الخيري إلى اليوم من أيام سيدنا عثمان. فهذا العمل الدائم، والإسلام وجه بهذا التوجيه. وشيخنا أبو معاذ أشار إلى بعض أنواع الوقف، دعوني أختم بنوع خاص من الوقف، وهو أن بعض الناس ما عنده قدرة أن يوقف أموالا. من الوقف الذي كان موجود في تاريخنا واليوم تم إحياء عندنا في الكويت في الأمانة العامة للأوقاف المباركة، وقف الوقت. وقف الوقت، واحد ما عنده فلوس يتبرع بها أو يوقفها، فماذا يفعل؟ مهندس يوقف من وقته 4 ساعات في الأسبوع للمشاركة في المخططات الهندسية ولا غيرها لجمعية خيرية. وقف مدرب من المدربين يعطي 6 ساعات أسبوعيا من وقته ليدرب على المهارة التي يحسنها، وقس على ذلك. فاليوم قضية التنمية والمسؤولية الاجتماعية ما عادت تقتصر على الأموال، وإنما صارت مفتوحة للجميع. أرجو أن أكون أضفت، طبعا موضوع المسؤولية الاجتماعية أكبر من هذا بكثير، لكن يا أحببت أفتح الباب، أنا عندي بحث كامل في هذا الموضوع، عندي بحث كامل في التعلم، وإن شاء الله يكون لنا تواصل أكثر في تفاصيل هذا. شكر الله لكم حسن الاستماع، وشكر الله تعالى لجمعية عيد الخيرية المباركة هذه الدعوة الكريمة، وشكر الله للأخوة في يعني إدارة الجلسة هذه الفرصة، ومشايخنا الذين أتحفونا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور طارق سويدان. المسؤولية الاجتماعية التي حدثنا عنها دكتور طارق سويدان، ينبغي إذن
أن تؤطر لدور التجار في خدمة المجتمع، وهو دور مهم وفاصل. يحدثنا عنه السيد عادل عبد الرحمن المناعي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر. عاد معلش المشايخ خذوا من وقتك شوي، عاد الله يعينك، نحاول نختصر بعد. ربي يحمى عليه. الله يحييك، تفضل تفضل طلبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن إخواني رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، أتشرف بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وإلى شيوخنا الأفاضل، وإلى الحضور الأكارم، وإلى جميع من شارك في إحياء هذه الأمسية الطيبة التي لمسنا منها هذه النفحات الطيبة في هذه الأمسية المباركة. بداية، لا 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 يوجد هناك سبب لاعتذار، لأن جزء كبير من كلمتي قد سبقني إليها الدكتور طارق جزاه الله ألف خير، ولذلك فكلمتي ستكون قصيرة جدا. حديثي عن دور التجار في خدمة المجتمع وخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة. خدمة المجتمع تعريفها بتعريف بسيط، هي عمل تطوعي من شخص ما أو مؤسسة ما تجاه المجتمع. وقبل أن ندخل في كلمتي القصيرة، لا بد أن نكون على قناعة بأن الأطراف الثلاثة، القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، هم في خندق واحد في مجتمع واحد، وهذا المجتمع يواجه تحديات كثيرة. قبل أن أدخل في هذه التحديات، أحب أن أذكر المحاور التي ترتكز عليها أو التي تدور عليها خدمة المجتمع. هناك محور التنمية والتنمية المستدامة، ومحور التعليم والتدريب، ومحور الصحة، ومحور الخدمة العامة، ومحور الثقافة، ومحور البيئة والسلامة، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، وأخيراً وأهمها محور الشباب. كل المجتمعات اليوم على مر الأزمنة وعلى اختلاف الأمكنة تواجهها تحديات كثيرة وكبيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشكلة الفقر، مشكلة البطالة، الأمية، الانحراف، المخدرات والعياذ بالله، ومشاكل بيئية مثل التلوث والتصحر. هذا شيء بسيط من أشياء أكثر وأكبر. بقي هناك سؤال، ما دور التاجر هنا؟ أو بالأحرى إذا أردنا أن نسأل سؤال أدق، ماذا يملك التاجر لكي يقدم، وماذا يستطيع أن يقدم؟ هناك أربعة أشياء يملكها التاجر يستطيع أن يقدمها، أما كلها أو جزء منها على حسب إمكانيات. رقم واحد المال، وهذا شيء واضح. هناك الخبرة، وهناك الوقت وقد تحدث عنه الدكتور طارق، وهناك الإمكانيات. ما المقصود بالإمكانيات؟ التجارة اليوم تشعبت وتفرعت إلى شعب كثيرة وفرع كثيرة، فهناك المقاولات وهناك المصارف والبنوك والتأمين والمستشفيات الخاصة إلى آخره إلى آخره. المقاول عنده إمكانيات معينة يستطيع أن يحتضن بها، على سبيل المثال المهندسين الجدد بعد تخرجهم يستطيع أن يحتضنهم لمدة شهر شهرين ستة أشهر، ويؤهلهم
الدخول في مجال عملهم في الهندسة، وكذا يسري الحال على الطبيب والممرض حينما يذهب إلى المستشفى الخاص وإلى آخره. فهناك كما تفضل الدكتور طارق ليس المال فقط، هناك الإمكانيات، هناك الوقت، وهناك كذا وكذا. كما ذكرت فإن كلمتي أصبحت قصيرة جدا، ولكنني أخيرا أتمنى أن تكون هناك جهة مسؤولة عن هذه الأمور تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، يكون من ضمن مهامها وضع الاستراتيجيات والخطط والأهداف وتحديد أولويات احتياجات المجتمع وتنظيم الأمور بكفاءة عالية لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة ومن الفائدة. وكما أننا نسمع عن المدن الذكية فهناك أيضا العطاء الذكي، ولهذا فهناك الآن توجه إلى الانتقال من التبرع إلى العطاء الذكي، مثلا التمويل بناء على النتائج، فبدلا من التبرع العشوائي وغير المدروس يكون التبرع بناء على نتائج ملموسة. إذا كانت جهة معينة تريد أن تعطي بعثات دراسية فتقول نعطي بعثات مجانية إلى جميع الذين يحصلون على 90% فما فوق، وهناك فهذا تبرع ذكي. أو التبرع الموجه، الدولة أو المجتمع يحدد الأولويات والاحتياجات التي يحتاجها المجتمع، ولذلك توجه هذه المصادر أو التمويل إلى هذا. هذا كان ما كل لدي، وشكراً لحسن استماعكم. شكراً للسيد عادل بن عبد الرحمن البناعي الذي حدثنا عن دور التجار في خدمة المجتمع. أيوش. احنا وقت ما عندنا لو سريعاً وبعد الشيخ نعطي دقيقة يعني. تفضل الشيخ. عندي دقيقة بس. دقيقة ودقيقة للشيخ. خلاص. أنا بعترض على الدكتور طارق. من باب بس نعاش الجو يعني. الله يحييك. وكذلك الشيخ، كلهم أجمعوا فيما يتعلق موضوع الوقت، وما في خلاف إنه الوقت طبعا هو أحد أنواع العطاء، لكن هل نسميه وقف؟ أنا أعترض على هذا، لأنه الوقف من الناحية الشرعية معاييره إنه الوقف لا يمكن تغييره. فلو واحد مثلا أوقف أرض لا يكون بمقدوره أن يتصرف فيها بالبيع إلا إذا تعطلت مثلا فينقلها إلى مكان آخر. فإذا افترضنا هذا في الوقت معناه أنه أصبح نوع من النذر، أن الإنسان نذر كمهندس أنه بيعطي 4 ساعات في الأسبوع. والنذر ليس مستحب من الناحية الشرعية، إنما مستحب الوفاء به، وإلا النبي عليه السلام يقول النذر لا يأتي بخير، لأنه أحيانا الإنسان قد يعجز. فهو الفعل ما في خلاف على مشروعيته وأنه نمط جيد، لكن إدخاله ضمن لفظ الوقف من الناحية الفقهية قد يكون في بعض الإشكال. على رأسنا شيخ. الله يجزاك. وأنا أصلح بين المتخالفين والمشاجرين، فأقول لا مشاحة في الاصطلاح. يقول شاعر عربي: خذها جنب هرشة أو قفاها فإنه كلا جانب هرشة لهن طريقه، سميها صدقة أو وقف، المهم أنكم تتبرعون بالوقت. الآن أخشى أن الشيخ يمنع الآن مشروع نفسه بهذه الفتوى. أنا عندي اقتراح يا أحبابي، بعد زيارة لدول فقيرة في العالم اكتشفت أن الأيتام ليس عندهم جامعة، وقبل 5 سنوات كان الشيخ حتى الدكتور علي قرداغي كان حاضر في مؤتمر الاقتصاد في قطر وحضرته، ومع الشيخ عبد العزيز الفوزان وغيره، اقترحت جامعة للأيتام في العالم، وأحسن مكان أعلنها في هذا المكان جامعة للأيتام. وأنا مستعد باسمي واسم الدكتور بقول عليه وأمون الدكتور سلمان والدكتور طارق، وحتى عندي مشايخ في السعودية دكاترة قالوا مستعدين ندرس مجانا جامعة للأيتام بكل التخصص، والدكتور علي الآن أعلن الاستعداد مجانا إن شاء الله. فهذه أرجو أن تدرس هذه الفكرة، عندنا دراسة نستطيع أن نقدمها إذا أردتم، لكن في ليلة رمضانية أيتام العالم بحاجة إلى جامعة مجانا لها فروع، أرجوكم دعونا نكون سباقين. في كجرات أنا زرتها، ولاية غاندي في الهند،
عندهم جامعة، قسم الجامعة للنصارى المسيحيين تدرس مجانا طبعا، هم سبقونا في هذا الباب، والواجب أن نبادر لأن نحن الحمد لله إن شاء الله أهل مبادرات. وشكرا لكم على قضية الأيتام. بس بعد إذنك، عندنا دراسات في علم القيادة واضحة جدا أن الأيتام فرصتهم أن يكونوا قادة أعلى من باقي المجتمع. سبحان الله. نعم، لأنهم يتحملون المسؤولية مبكرة فيصقل شخصياتهم. فهذا شيء يؤيد ما ذكره الدكتور، أن الاهتمام بالأيتام يجب أن لا يكون من منظور شفقة، وإنما من منظور أنه مورد بشري خصب لصنع القادة. نعم. جزاك الله خير. نشكر ضيوفنا الكرام، استمتعنا بوجودكم أيها السادة الكرام في هذه السهرة الرمضانية الخاصة. تقبل الله منا ومنكم وشكر لكم حضوركم، وأحسن الله إلى السادة العلماء الضيوف. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.